فبه تحيا وبه تقوى وبه تسعد وبه ترشد. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو روح الأمم، وهو نورها الهادي إلى الرشاد والداعي إلى الكمال. لذلك استحق أن يكون الكتاب دون غيره من الكتب والأفكار والفلسفات. قال الله تعالى مقسما: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. أعلن باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن الافتتاح الرسمي لفعاليات جائزة الجزائر 13 لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، فبالله التوفيق ومنه السداد. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. في هذه السنة كان البرنامج الأول هو أن نكرم الشيخ بو عمران، غير أن القدر اختطفه من بين أيدينا، وهذا اللي منعنا من برمجة تكريم عائلته. التكريم رمزي حقيقة، ولكن قوة التكريم هو أن المجتمع المدني ساهم معاً. فالوكالات السياحية هي التي قدمت العمرات مجاناً ودعماً للجائزة. وبرمجنا تكريم الدكتور عمار طالبي، الدكتور عمار طالبي اللي عنده مسيرة علمية قوية، وأهم شخصية جامعية دافعت عن المرجعية الدينية الوطنية. وكنا قد برمجنا تكريم الشيخ بن يوسف، الشيخ أحمد بن يوسف رحمة الله عليه، لكن تعلمون كذلك بأن المنية اختطفتهم بين أيدينا، وهذا لم يمنعنا من تكريمه، ولم يمنع قناة القرآن الكريم من أن تهتم به وأن تعد له صورة، أو كما تقولون أنتم في الإعلام بورتري. آخر من كرمناه كانت تلك السيدة التي كانت في سوق هراس تحاول أن تحفظ كتاب الله تعالى في حلقة من حلقات التعليم في المدرسة، مدرسة قرآنية، في قسم من أقسام المدرسة القرآنية. وعندما انتصف في خلدها القرآن الكريم كفى بصرها، ولكنها واصلت حتى حفظت. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أنا كنت سعيدا بكون مع المسابقة في الجائزة الدولية، جزائر الدولية للقرآن الكريم، وأعتقد أنها أحسن مسابقة في العالم. جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 13 شهدت هذا العام مسابقتين. المسابقة الأولى هي جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة. بلغ عدد الدول المشاركة 55 دولة إضافة إلى الجزائر، منها 44 دولة منضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي، و12 دولة غير منضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. جائزة تنافس الجوائز العالمية، بل أستطيع أن أفتخر بأن أقول بأنها أصبحت الجائزة المرجعية. يا حامل القرآن. مهما تكلمنا عن هذه الجائزة وعن المستوى الذي وصلت إليه، ومهما تكلمنا عن المجهودات المبذولة في خدمة القرآن الكريم، فإن كلامنا يقصر عن كلام رجل كان ممن ساهم في زرع فسيلة هذه الجائزة، وكان ممن ساهم مساهمة فعالة في الارتقاء بها وتطورها وتميزها على مدار 14 سنة كاملة، في كل مرة رقي نحو المعالي، وفي كل طبعة تجديد، وفي كل طبعة ارتقاء، إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الذي ترون والذي تسمعون. إياك أعني سيدي معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى، والذي أستسمحكم وأستسمح الحفل الكريم والمشاهدين الأكارم في دعوتكم إلى المنصة لإلقاء كلمتك الرسمية بهذه المناسبة، فلتتفضل مشكوراً سيدي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمحوا لي أن أبدأ بالتحية للسادة العلماء المقرئين والطلاب الحافظين المرتلين وضيوف الجزائر الذين وفدوا إليها من كل فج عميق، ثم أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، حضرة اللواء ممثل قائد الأركان، حضرة المفتش العام ممثلاً للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، الفاضل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الفاضل القائد العام للكشافة الإسلامية، الفاضلة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الفاضل ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الفاضل مدير مؤسسة قصر المعارض الذي أخصه بالتحية والشكر على هذا التسهيل وعلى هذه القاعة الفسيحة التي وفرها للجائزة، الأفاضل علماء الأمة شيوخ الزوايا ومقاديمها، نجوم الدجى ومنارات الهدى في أرض الجزائر، السادة أئمة المساجد فرسان المنابر والنساك المحاريب وعمار
بيوت الله تعالى بالقرآن وبالذكر. السادة إطارات الأمة ورؤساء